هو انطلاق لحملة شتاء دافئ السنوية للهلال الأحمر الجزائري، الذي وفاء والتزاماتنا منذ سنتين ارتأينا أن تكون الانطلاقة من ولاية جانت، وأول المستفيدين هم البدو الرحال. رافقت هذه الحملة التضامنية كذلك قافلة طبية، اللي تعهدنا كذلك بأنها ستكون هناك قوافل طبية لجميع الولايات الحدودية والجنوبية لفائدة البدو الرحال شهريا إلى كل شهرين.